عليكم أعزائي الكرام، مرحبا بكم في قناتكم أم لها في المهجر. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب العالمين. والوصفة راح نشوفوها اليوم مع بعض هي لانوغاتين، راح نخدموها برقائق اللوز. فوالا تجي رائعة، نقدروا نزينوا بها التحليات تاعنا كيما نقدروا نديروها في هاد الكاتو. دوك واش عندي كمية هنايا تاع لي زامون دي فيلي، الرقائق اللوز هنا حمرتهم. تقدري تحمريهم في المقلات بلا ما دير حتى حاجه للمقلات، يعني تخليها ناشفه ما ديري غيان، تحمريها فوق النار وراكي تعسي فيها. سوا ديريهم في صينيه كامل على ورق طهي وتحطيهم في الفوق. هذه طريقتين اللي تقدري تحمريهم. فوالا عندي كميه تاع السكر نصف الكميه تاعها نديرها رقائق اللوز. باغ اكزومبل الا درتي 250 غرام سكر ديري 125 غرام سكر. انا درت لهنا السكر نصف الكميه تاع 250، يعني درت السكر 125 نصف الكميه تاعو ودرتها رقائق اللوز. كيما راكم تشوفوا معايا السكر حطيته في الكاسرونه، ماذا بيكم كاسرونه تكون كبيره يعني ما تكونش مضيقه باش هكذا السكر يدوب على مره. شتو انا ما تشتوش كامل بالمغرفه كيما نقولوا حتى وين داب معايا مليح مليح. دونك حطيتو على النار خليتو هكذا وحدو في الاول ما توشيش حتى كامل يدوب. الا قعدوا لك هذوك الجوانب يعني تقدري تهبطيهم غير بشويه بالمغرفه، ونسحق كذلك قطرات تاع يعني تاع الحامض. كيما راكم تشوفوا معايا هنا صرت قريب ربع حبه تاع القارص. شوفوا كيفاش راني نعمل. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا، يعني مباشره تكوني وجدتي ورقتين تاع الطهي تحطيهم على جنب مع الحلال. دونك لهنا كي دب مليح السكر يعني ما بقاش فيه حبيبات، نضيف داخل هذو رقائق اللوز اللي كنت حمرتهم. نخلط يعني بسرعه، يعني لازم تحسي وتشوفي باللي كامل الرقائق تاع اللوز تاوعك راهم يعني تغطاو بهذا الكراميل. كما قلت لكم العمليه هنا لازم تكون سريعه، قد ما ترعتي قد ما مليح هكذا باش ما يبسوش معك النيجاتين رقائق اللوز مع السكر. ولا فتنشفوا ما تقدريش تعاودي تفتحيهم رقاق بزاف. تغلفيها بورق الطهي اخرى تمتم يعني بسرعه بسرعه، تحلي بالحلال ماذا بك تفتحيهم رقاق. قد ما فتحتيهم رقاق يعني في التزيين يجو شابين. كما قلت لكم في الاول تقدري تزيني بهم التحليات، تقدري ديريهم في الـ في الـ في, الـ في الكاتو، يعني تكسريهم تفتتيهم يجو هاد يقعدوا قطع صغار هكذا جبنينه. يعني نشوفوا ان شاء الله الحلويات مع بعض. هنا بعد ما تفتحيها مليح مليح يعني خدي بالك يعني ماشي تفتحي تفتحي يعني بقوه هكذا يعني لي فيلي دامونت تاعك راح يتكسروا. كيما نقدروا نديروا نوغاتين بالجلجله نقدروا نديروها باللوز مهرمش يعني اللي يكون مكسر معانا خشين. يعني كيما ديريها تاني تبل رقائق اللوز تاع عفوا رقائق تاع الكاوكاو. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا صراحه يجي بزاف بنينه، حتى تكوني قاعده هكذا تشوفي لا تيلي ولا تاكليها تجي بزاف بنينه صراحه. دونك هنا عندي كميه وفيره، انا درت السكر غير نصف الكميه تاع 250، درت السكر 125 غرام. راح نحط لكم مقادير في صندوق الوصف هنا وتكسريها عشوائيا كيما حبيتي، سواء بالموز تكسريها سواء هكا بيدك تكسر وحدها، يعني التزيين تاعها يكون هكذا عشوائي. وراح نشوفوا المرات الجايه ان شاء الله كيفاش نزيدو نخدموا نوغاتين هكذا على شكل سيركل. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون على اعجابكم، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. فوالا هذه هي، ولا حبيت تحتفظ عليها لازم تكون علبه هكذا باش ما تدخلهاش الميديتي ويرجعوا طرايه بزاف. فوالا هذا هو الشكل تاعهم. ابقى لي نقول لكم سلام في وصفات اخرى باذن الله. سلام.